أتوقف الحقيقة عند فنانة من فناناتنا، يعني ليهم دور كبير جدا في حياتنا وفي فننا وفي إبداعنا، وكانت من نجمات أعمال الكاتب الكبير الراحل الأستاذ وحيد حامد. خلونا نرحب ونستمع من فنانتنا الكبيرة الفنانة ليلى علوي. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك والبقاء لله. بقاء لله. انا عارف انه يوم حزين على مصر كلها بافتقادنا لكاتبنا الكبير الاستاذ وحيد حامد. الحقيقه فعلا هو يوم حزين جدا جدا جدا، والواحد مش عارف ان هو يعني يتكلم ويتلم على نفسه، لان حتى لو كان هو تعبان او الحقيقه كلنا متفاجئين جدا جدا. الله يرحمه ويحسن إليه. طبعا يعني الواحد مهما قال مش هيدي الأستاذ وحيد حقه طبعا في الكلام وفي مشواره المؤثر الطويل، سواء في الإذاعة، في المسرح، في السينما، في الدراما، ككاتب، كمفكر، كمنتج، يعني مهموم بقضايا بلده على طول، بيحب مصر وبيحب وطنه وبيحب شعبها وحاسس بيهم وبيعبر عنهم وبيتكلم عنهم وبيخليهم يحلموا ويفكروا ويعرفوا حقوقهم ويعرفوا واجباتهم وتقصيرهم. يعني عايز اقول لك يا فندم، يعني الاستاذ وحيد كان في اعماله كان بيبقى ليه حضور مع نجومه في التصوير، وانت تعاملتي معاه كتير. لو سالتك عن الحكمه او الدرس الكبير اللي ممكن تكوني خدتيه من الاستاذ وحيد، او الكلمه اللي ما بتنسيش ليه يعني. الحقيقه كتير، مش كلمه واحده ومش نصيحه واحده ومش حكمه واحده. ومثلا اهمها الضمير، امانه الشغل، ان الكره ده شيء، ده مرض، مرض سيء جدا، مدمر، والعكس طبعا الحب، حب للحياه، الحب للعمل، الحب للخير، الحب للاصدقاء، الحب للصناعه، الحب للوطن، كل ده يعني كان مؤكد جواه على طول. كان بيقرا كتير، كان بيبحث كتير، كان بيفكر كتير، وكله للصالح. وكله للمواطن المصري. وكله لوطنه. طب لو سالت حضرتك عن العيله، عن مسلسل العيله واجواء العمل فيه، برضو ذكرياتك مع الاستاذ وحيد، وهو كان عمل جريء جدا، كل اللي اشتغلوا فيه الحقيقه كنا معتبرينهم وقتها شايلين كده ارواحهم على كفوفهم يعني. الحقيقه كلام حضرتك مظبوط، لكن انا فاكره كويس جدا ان هو ما كانش همه ولا الاستاذ محمود مرسي الله يرحمه، ولا الاستاذ عبد المنعم مدبولي الله يرحمه، ولا الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، وكانت الدوله مسانده ده جدا كمان. يعني كان التلفزيون، انتاج التلفزيون المصري، وكانت مسانداه قوي جدا. وطبعا انا بعتقد ان يعني انا كنت سعيده جدا وفخوره جدا ان انا بشترك في مسلسل العائله وفي الدور المختلف اللي كان بيبين حاجات كتير جدا، واللي اثر في هذه الفتره سنه 94 على المجتمع حقيقي، ونورهم، خلاهم يفهموا اكتر ويفكروا اكتر ويشوفوا الصح ايه اكتر. يعني كنت بستمتع كل ما كانت الحلقات بتيجي واقرا المشاهد كلها، مش مشاهدي انا بس، استمتع بالحوار وبالكلام. والحقيقه هو كان عنده جمل حواريه وحواره كان مؤثر جدا ودقيق جدا وتو ذا بوينت جدا، وكان بيعرف يقول كده، كان عنده يعني انا اعتقد ان احنا لو جمعنا الجمل من حواراته مثلا في اللعبه مع الكبار، انا فاكره كان الحوار ممتع في كل افلامه، مش بس طبعا اللعبه مع الكبار يعني. وقد ايه كان بيحب الفنان اللي بيشتغل معاه، سواء كان مخرج، سواء كان ممثل او ممثله، سواء كان مدير انتاج.
يعني مصور. طب الفيلم برضو اللي كان فيه، لما يعني حضرتك بتتكلمي عن الحوار وجمله وتعبيراته، يعني الفيلم اللي هو يمكن من افلامه الرائعه جدا وافلامك المهمه، اللي هو كل هذا الحب. طبعا كل هذا الحب استاذ نور الشريف، فكره قد ايه رومانسيه وقد ايه فيها عمق وحب. افتكر كمان فيلم المساطيل، يعني هو كان كاتب حوار على الشخصيات، على كل واحد ايه المأساة بتاعته وازاي هو انجرف في الحياه اللي مش نافعه دي، ومدي لكل شخصيه حقها، وكل شخصيه بتتكلم بلغه مختلفه وباحساس مختلف. لا هو كان بارع، هو كان مبدع، واعماله هتفضل عايشه، وهتفضل الاجيال اللي بعدينا واللي بعدينا تتعلم منه وتشيد بيه. وحيد حامد هيفضل عايش معانا ومؤثر فينا ومؤثر في كل المجتمع المصري والعربي. طب فنانتنا الكبيره لالا علوي، لو طلبت من حضرتك يعني والاستاذ وحيد الان، يعني هو بين يدي الله في دار الحق، يعني انك توجهي له كلمه او دعاء او تتمني له امنيه. انا بدعي له من اول النهار، وانا بدعي له وبصلي له. كان نفسي اوصله لاخر حته، بس مع للاسف كل حاجه جت بسرعه وما لحقناش. برغم كل الظروف كان نفسي اوصله. ويمكن ده خلاني النهارده حتى رحت زرت والدتي، ويعني دعيت لكل امواتنا وبدعي له. وبعزي طبعا الاستاذه زينب سويدان والاستاذ مروان حامد وكل محبي واصدقائه، اللي انا مش عايزه اقول لك اصدقائه كتير قد ايه جداً. وتعبانين قد ايه ومتاثرين قد ايه. صحيح صحيح. انا بدعي له بالرحمه والمغفره والعفو، وان شاء الله ان شاء الله رساله قدمها وحيد حامد طول حياته، وهو قالها كلمه في مهرجان المغفره. انا بحب ايامي. انا حبيت ايامي، حبيت السينما بكل ضمير. وحبيت ايامي. صحيح. فانا بقول ان ده الرساله الجميله اللي كان بيعملها طول حياته للناس، وللحق ولصحوة الضمير وللأمانة. أنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بأمر الله تعالى في الجنة بإذن الله. بشكرك جدا الفنانة الكبيرة ليلى علوي، وعزائنا لكل محبي الأستاذ وحيد حامد. تعرفين